أولى رسائلي هذه الحلقة من المستمع عبد الله بن عبد الرحمن من اليمن، بعث فيها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء وخاصة بعد الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأصل رفع اليدين، الأصل استحباب رفع اليدين مع الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك من أسباب بالإجابة لما فيه من إظهار الافتقار والمسكنة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، كالدعاء في الصلاة التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء ولم يرد أنه يرفع يديه، وكذلك الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي فيه لأن هذا بدعة، وكذلك بعد الفريضة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء بعد الفريضة، وأما بعد النافلة فلا بأس برفع اليدين مع الدعاء بعد النافلة. نعم.